مين يصدق ان في هاي الزمن وانت قاعد على الكاوتش تجي لك مكالمة من اخوك وهو في امريكا في شهر العسل يقول لك طرش لي مبلغ وانت قاعد تحول له المبلغ وقاعد تطلع الفيلم مالك؟ هاي الزمن اللي احنا قاعدين نعيش فيه الحين، هذه هو الفنتك. تبون تعرفون سالفته؟ حياكم وياي. مرحبا فيكم، معاكم امين التاجر. اليوم موضوع حلقتنا وايد خاص. شنو تتوقعون اليوم نتحاكي عنه؟ تتوقعون شنو؟ اليوم نتكلم عن الفنتك، الموضوع اللي مسوي شهرة في البحرين، كل مين يتكلم عن هالفنتك وثلاثة أرباع الأول ما يدرون شو السالفة. الفنتك باختصار هو Financial Technology، معناته التكنولوجيا المالية. يعني إذا صدق بعطيكم بكلمة واحدة تضمن لكم كل هالحاكي، معناته الابتكار. في مجال البنوك بالخصوص الابتكار شبه معدوم، إذا نكون صريحين ويا بعض. فالغرض من الابتكار المالي أو التكنولوجيا المالية إن أنا أطلع بمنتج جديد بسلوشن جديد يحاول يحل مشكله بشكل جدا طيب. مثلا البنفيت بي، البنفيت بي حللنا موضوع ارسال الكاش من مكان لمكان، تروح براده واي شيء تاب اند جو انت مخلص، صح ولا لا؟ فهذه موضوع الفنتك ليش صار وايد مشهور؟ لانه صار عندنا عده تكنولوجيا او نقول تقنيات معينه طلعت في نفس الوقت او تقريبا يعني صار نفس الوقت وسببت لنا يعني ربشه وايد عوده في المجتمع اللي علاقه بالبنوك والامور الماليه. في عندنا مثلاً موضوع الذكاء الاصطناعي، عندنا موضوع البلوك تشين والبيتكوين حق الأوادم اللي يحبون موضوع الانفستمنت، عندنا موضوع الأوبن بانكينج اللي يعتبر موضوع جداً راقي، وعندنا موضوع الكلاود الحوسبة السحابية اللي كل من يتحكي عنها. أنت حين كنت تسأل نفسك أنا زيش دخلني في سالفة الفنتك، ليش لازم أفتكر؟ أنا بقول لكم ليش. الموضوع حتى أنت كفرد يمسك. حياكم وياي. هذا الموضوع يخص أربعة أطراف بالتحديد. أول طرف اللي هو البنوك اللي يعتبر اللاعب الرئيسي في هذا الموضوع. شو تتوقعون شلون يهمهم الموضوع؟ قبل الفنتك موضوع البنوك كان كنا مثل ما أقول private club، كنا نادي خاص حق الأوادم اللي بس كذي نادي صغير حقهم هما بس. ويا موضوع الفنتك شركات مثل فيسبوك نزلت عملة رقمية يسمونها ليبرا. إنزين؟ في عندنا موضوع البيتكوين اللي طلع، هاي الشغلات سوت زعزعة داخل المجتمع البنكي. فحين البنوك إذا ما اشتغلوا على روحهم ونزلوا شيء يستاهل ما حد يذكرهم، ما حد يذكرهم أبدا. بالخصوص موضوع الأوبن بانكينج اللي تكلمنا عنه يمكن في السابق تذكرونه، سوى شوشرة الواحد يعني إذا موجود في بنك إذا ما اشتغل على روحه توهق. الخلاصة حق البنوك. بالنسبة حق موضوع الأفراد، أنت معناته بالنسبة لك إذا مثلا تحب موضوع ريادة الأعمال هذه هو الوقت المناسب، تقدر تطلع لك بفكرة جدا جميلة تخص موضوع الفاينانشال تكنولوجي وتكون من الأوادم السباقين، يمكن حتى ما تدري يمكن تكسب عليها بيزات وايد بعد. بالنسبة حق الشركات اللي أوادم اللي عندهم أفكار يبون يسوون منها بيزنس، ما في وقت أحسن من ذي الوقت صراحة. سوالف مثل الأوبن بانكينج، سوالف مثل البلوك تشين، هاي كلها شغلات تسمح لك تسوي أفكار على عدة شغلات. ومو هاي أحسن شيء، أحسن شيء إن حتى الحكومة البنك المركزي يقول لك انطلق سو أحسن الأفكار وإحنا بعد بندعمك بالسبورت كل التفاصيل حتى بالتكنولوجيا. فهاي الشيء يخليك تعيش في وقت جدا جميل. بالنسبة حق القسم الرابع اللي هو الحكومة، طبعا الحكومة دائما تبي الاقتصاد يكون في أفضل حالاته وما في أحسن من ذي الوقت. عندنا الحين صارت الساحة كل من يقدر يطلع بأحسن منتج وأحسن منتج هو اللي بيفوز. هذه أهمة الأسباب اللي خلت الفنتك يسوي شوشرة مو بس في البحرين، في العالم كامل. دشوا بس الجوجل واكتبوا فنتك طلعوا شو بيطلع لكم، ألف مقال. عادة في موضوع الفنتك في تقنيات وايد مهمة اللي حركت هاي موضوع الفنتك من البداية للنهاية اللي سوى الزعزع العودة. بس أهم أربع وحدات نبي نركز عليهم اللي هما الذكاء الاصطناعي، موضوع البلوك تشين اللي هو موضوع البيتكوين، موضوع الأوبن بانكينج، والشيء اللي كنت سمعتوا عنه وايد اللي هو الحاسبة السحابية الكلاود. بالنسبة حق موضوع الذكاء الاصطناعي الفكرة وايد سهلة، أنت عندك بيانات وايد تبي تستفيد منها. من عادة يستفيد من الشغلات؟ مثال شركات اتصالات. تدرون الحين ان شركات اتصالات تقدر تتنبأ بالضبط متى الواحد بيسك الخط ماله بيمشي بيطلع من الشركه بيروح شركه ثانيه؟ هاي الشيء ما كان وايد سهل قبل، بس الحين ويا الشغله اللي سمعتوا عنها يمكن اسمها تعلم الاله ماشين ليرنينج، بشكل جدا دقيق اقدر اقول مثلا هاي الشخص هاي الشهر بيطلع من الشركه، فاقدر ارتب اموري واعطي مثلا عروض ثانيه على اساس يقعد داخل الشركه. هاي الذكاء الاصطناعي. عندنا موضوع البلوك تشين. مين اللي يبغى موضوع البلوك تشين؟ صح،
البيتكوين اللي سوى اكبر شوشره حق البنوك. البلوك تشين الفكره منه ان انا ما عندي جهه رسميه وحيده تتحكم في النظام اللي عندي. يعني خلينا نتكلم عن نظام البنوك. عاده كل دوله فيها نظام البنك المركزي، ويا البيتكوين او البلوك تشين بالتحديد كل من يقدر يطرش اموال حق الثاني بدون ما يمر على هيئه رسميه. طبعا هاي الموضوع يستاهل حلقه بروحه، ليش؟ لان في شغلات زينه في شغلات كلش مو زينه، عشان نكون حقانيين. بعد التكنولوجيا الثالثة اللي تكلمنا عنها اللي هي الاوبن بانكينج، المصرفيه المفتوحه. ويا المصرفيه المفتوحه شو السالفه؟ السالفه مثل ما تذكروا من الحلقه اللي قبل، ان الحين كل البنوك مغصوبه من الريجليتر او البنك المركزي في البحرين وحتى البنوك اللي برا، ان لازم يوفرون هاي الشغله يسمونها الاي بي ايز اللي تعطي بياناتكم طبعا تحت رضاكم حق الشركات اللي ناويه تسوي برامج او حتى خدمات من هذه البيانات، صح ولا لا؟ وهذه اهم شيء اللي غيرنا حتى نظرتنا حق البنوك. الحين البنوك مثلا بسالفه الاوبن بانكينج قاعده تغير حتى البزنس موديل مالها، طريقه البزنس مالها صارت تسوي شغلات يمكن مرت عليكم يسمونها الهاكاثونز. والفكره من الهاكاثونز انها تجمع لك اوائل مثلا متخرجين او صغار في السن ويحاولون نفس المسابقه ان يطلعون بافكار جديده على اساس الكاتالوج مال البنك يصير فيه اكثر خدمات، خدمات حديثه وتكون اكثر اكسايتنج حق الشركات او حتى حق الافراد. التكنولوجيا الرابعه اللي هي الكلاود، الحاسبه السحابيه اللي الحين البحرين وايد مشهوره فيها. ليش؟ لان عندنا اي دبليو اس في البحرين، امازون ويب سيرفيسز. ويا الحاسبه السحابيه انت خلاص ما في داعي ان عندك في مثلا في الشركه مالتك داتا سنتر. يعني البنوك في السابق كان عندهم داتا سنتر او الغرف اللي فيها اجهزه وايد على اساس الخدمات مالتهم تشتغل. الحين عادي الواحد يحجز له مثلا خلينا نقول سيرفر او كمبيوتر موجود في دوله جدا ثانيه ويسوي سيرف حق نفس الكاستمرز ولا حد يعور راسهم ولا شيء. عشان توضح الفكره بعطيكم مثالين وايد مهمين. اول واحد البيتكوين. ترون البيتكوين سهل حق الاوادم يطرشون مبالغ على العالم كامل، لا تمر على سويفت ولا تنتظر لك ايام لما يوصل المبلغ مالك حق الدوله الثانيه. بس طبعا مثل ما قلنا كل تكنولوجيا لها مشاكلها والبيتكوين يستحق حلقه بروحه. مثال ثاني موضوع الى بنك. حق الاوادم اللي عندهم الى بنك على التليفون، ما ريحكم فتكيتوا من عوار الراس تروحون حق البرانش، تروحون حق الفرع وتخلصون اشغالكم؟ الحين كل شيء موجود في التليفون. ترى باي ذا واي انا ما قاعد اسوي لهم دعايه بس هاي الواقع. ويا الى بنك على اساس يخلون هذه الخدمه في افضل طرق وافضل الشغلات اللي كنتي لك، قاعدين يستعملون الحاسبه السماويه او الحاسبه السحابيه. والفكره من الكلاود تسمح لهم حتى يسوون شغله جدا حلوه ما تستوي حق اوادم غير. لو بتروح حق بنك عادي لان عندهم داتا سنتر، فرضا يصير لود مره واحده في واحده من السيزونز، فرضا وقت المعاشات، عاده الداتا سنتر مالته ما تستوعب هذه اللود، فتشوفون السيستم يصير داون او يصيرهم مشاكل. الى بنك عندهم شغله وايد حلوه يسمونها اوتو سكين، يستعملونها في اي دبليو اس امازون ويب سيرفيسز. الفكره منها ان في وقت الرش في وقت المعاشات عندهم طريقه ان حتى السيرفرات تزيد اوتوماتيكلي في وقت الاكشن على اساس ما يوقف عليك السيستم ولا حد منهم يتأذى هذين الكاستمرز، وشيء جدا جميل متوفر على الكلاود فقط. وهاي الشغلات اللي تخلي موضوع الفنتك يكتسب كل الاكشن اللي قاعد يحصله. حاب تحل واحده من هالمشاكل وتحس روحك تقدر تجيب سوليوشن جدا جديد في موضوع الفنتك، هاي الخطوات اللي لازم تاخذها. اول شيء ما بيك تفكر في التكنولوجيا، ابيك تفكر في المشكله اللي تبي تحلها. هل تحس ان مثلا نحتاج سيستم يسوي لنا شغله مثل الف، هنحتاج سيستم يسوي لنا شغله مثل باء؟ الفكره مو في التكنولوجيا، الفكره في المشكله اللي تبي تحلها، وهذه الخطوه الاوليه. بعدين تعزز هاي المشكله بالتكنولوجيا اللي موجوده. هل هاي المشكله اقدر احلها بالذكاء الاصطناعي، ولا احتاج فرضا البلوك تشين قاعد يخدمني في هاي المشكله، ولا مثلا الاوبن بانكينج بيعطيني شغله ما قدرت اسويها من قبل؟ واذا قدرت تحصل كل هالاجوبه حق هاي الاسئله اللي عندك اياها، تحتاج تروح حق البنك المركزي، تروح حق شغله يسمونها الساند بوكس، المكان اللي بيقعدون وياك الاوادم الموجودين في السنترال بنك، بيقول لك اوكي هاي الشغله تقدر تسويها، هاي الشغله تقدر تعدلها، وبعدين تقدر تنزل البرودكت مالك. وبهاي الشغله تشتغل وانت متاكد ان الريجليتر المنظم اللي موجود في البحرين يدري اول باول انت ايش قاعد تسوي، وبالعكس بيعطونك كل السبورت اللي تحتاجه. هذه شيء جدا جميل ووقت رائع، فاذا عندك فكره اشتغل عليها. شباب خلينا نكون حقانيين شويه. موضوع الفنتك وايد حلو، في وايد فوايد، وانا وايد سويت له دعايه ازيد من اللزوم، صح ولا لا؟ بس احنا بعد لازم نكون صريحين ويا نفسنا، مو كل واحد ينزل له برنامج واب ويرز روحه ويقول ان انا عندي فنتك اب. ما نبي نمسخها يا شباب. في وايد اوادم اللي مسوي له مثلا
برنامج يحجز فيه حق الفنادق ويقول فنتك مو مسيدها يا جماعة، نبي شغلة صج فيها ابتكار حق الموضوع اللي علاقة بالأنظمة المالية والأنظمة اللي علاقة بالبنوك. إنزين نبي شيء صج صج فيه فائدة حق البشر، مو تسوي لك برنامج صغير وأي شيء له علاقة بالأكل وقلت فنتك عندي. هاي الموضوع ترى وايد زايد يا شباب في البحرين، خلنا نخفف شوي ونستقر. إنزين وقبل أهدكم أبيكم تتذكرون بياناتكم أغلى ما عندكم، ولين سويتوا لكم مشروع في الفنتك أو أي شيء لازم تحافظون على بيانات الكاستمرز مالينكم، لأن هاي مسؤولية وايد عودة. وأشوفكم في الحلقة الجاية.